السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين على القوة الدافعة الكهربائية، مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. مذاكرة الفيزياء تراكمية، أي كل درس بيومه. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل. تم استخدام فرق جهد 12 فولت على سلك مساحة مقطعه العرضي A وتساوي 3.5 ملي متر مربع. الملي بادئة مقدار 10 أس سالب 3، للتربيع بصير 10 أس سالب 6، هذه بالمتر المربع. وطوله A ويساوي 1000 كيلو متر. الكيلو بادئة مقدار 10 أس 3، الكيلو بادئة مقدار 10 أس 3. يبلغ التيار المتدفق خلال السلك 3.20 في 10 سالب 3 أمبير. المطلوب A، ما هي مقاومة السلك؟ من المعطيات من هذه وهذه نحسب المقاومة من قانون أوم. لا جهد موجود والتيار موجود، بدك R R وتساوي دلتا V على I، قانون تعويض. جواب B، ما هو نوع السلك؟ نوع السلك يعني عندك R وعندك L، عندك مساحة المقطع. إذا نوع السلك متضمن في رو، رو اللي هي الكثافة النوعية، المقاومة النوعية لمادة السلك، تختلف باختلاف نوع السلك، نحاس، فضة، ألمنيوم، ذهب. فرو وتساوي الآر المقاومة في مساحة المقطع في ال، ومنعوض بتطلع معنا. إذا لاحظ بس تعرف القانون المناسب للحل، المعطيات هي بتساعدك. لذلك فإن السلك والنحاس على الأرجح. منقارن هذا الجواب مع المقاومة النوعية الموجودة عندك في الجدول في كتابك، فبتلاقيها أقرب إلى النحاس. في رعاية الله.